تحمل الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار بيروت الدولي، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذه الظروف الحرجة.